تحت رعاية سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية السيد جميل بن محمد علي حميدان، افتتحت الورشة التدريبية تمكين المرأة المعيلة، تنمية وتحديات، التي تنظمها جمعية نهضة فتاة البحرين بالتزامن مع مرور 10 سنوات على تأسيس مكتب دعم المرأة المعيلة التابع للجمعية، وذلك بحضور رئيسة مجلس إدارة الجمعية السيدة سميرة عبد الله، وبمشاركة المختصين في هذا الشأن من داخل وخارج مملكة البحرين. جهود جبارة قامت عليها جمعية نهضة فتاة البحرين التي تأسست في 50ينيات القرن الماضي، فبمبادراتها المتعددة الرامية إلى دعم وتمكين المرأة البحرينية اقتصاديا ومجتمعيا، تحتفل اليوم بمرور 10 سنوات على تأسيس مكتب دعم المرأة المعيلة، الذي يأتي في إطار التكامل مع مؤسسات الدولة وهيئاتها، والتي تصب بشكل مباشر في صالح المرأة البحرينية. المرأة المعيلة لها تصنيف أو تعريف عند الجماعة، ولكن هم يعني يدعمون المرأة اقتصاديا واجتماعيا وأسريا، وهناك تعاون إيجابي بين أجهزة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وبينهم، بحيث أن تتكامل الجهود الرسمية مع الجهود الأهلية اللي تقدمها مثل هذه الجمعيات النشطة والمؤثرة في المجتمع. يعني المرأة وما تتعرض له من صعوبات أسرية أو عائلية قد تعيقها من الاندماج في المجتمع وتحقيق طموحها في تحقيق ذاتها هو الهم الأول، والمبادرات اللي نطلقها إن شاء الله بصورة مشتركة راح تدلل ودللت كثير من الصعوبات اللي تعاني منها المرأة. محاور متنوعة، أفكار خلاقة انطلقت اليوم تبحثها ثلة من المتخصصين في مجال تمكين المرأة من خلال ورش عمل متخصصة تتناول على مدار يومين العديد من المحاور الجوهرية المرتبطة بواقع المرأة المعيلة في البحرين وسبل الوصول بها إلى أفضل الطرق لتمكينها اقتصادياً. تم تأسيس المكتب من خلال أولا وضعنا دراسة ميدانية لدراسة أوضاع المرأة المعيلة ومعرفة ظروفهم الاقتصادية والنفسية والاجتماعية، وبدأ العمل في ترتيب المشاريع الداعمة للمرأة المعيلة وحلول قضاياها ومشاكلها من خلال عدة مشاريع تم إدراجها مع المكتب. تجربة رائدة، و كانت أحد التوصيات اللي أصلت فيها في بحث منشور لي سابقاً عن المشكلات النفسية والاجتماعية تواجه المرأة المعيلة في المجتمع السعودي، وهذا التفعيل أكيد حيكون له دور جيد، وبالأكيد أنه إحنا في دول الخليج مشكلاتنا متشابهة والنتائج متشابهة، والسعودية إحنا موجود عندنا المرأة المعيلة، وأحد البرامج اللي قائمة في داخل السعودية هي تنشيط دورها من خلال الأسر المنتجة. مبادرة متميزة أطلقتها جمعية نهضة فتاة البحرين استطاعت على مدار السنوات العشر الماضية أن تكون نبراسا للمرأة المعيلة لتنهض ماديا من خلال مجموعة من المشاريع ذات ربحية مجدية لتنقلها إلى صفة المعيل للأسرة. 10 سنوات مليئة بالتحديات استطاع مكتب المرأة المعيلة خلالها أن يساهم في تمكين المرأة المعيلة ماديا وتحويلها إلى شخص منتج في المجتمع، وها هو اليوم يبحث عن المزيد من المجالات ليكون محطة انطلاق نحو مستقبل مشرق. خولة القرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.